مستويات العب يلا ارحم والديك ارحم والديك. نبدا خويا الفيديو الاول. سي توفيق عنده علاقه. سامح يا سلامتي، كنت مريض شويه. كنت مريض سي فوزي. شنو هو الامور مريقله؟ عملت تك تك اوبيراسيون صغيره. لا لا الحمد لله ربي انا حل حمي. طيب تفضل يا عم غني تبلي. الفيديو الاول يا سي توفيق يجينا من برنامج في سعودي من قناه الصحراء. البرنامج اسمه اللحمات ولا الذاكره وين شكون توفيق؟ توفيق توفيق توفيق. سي شكري عاد البرنامج فيه المذيع يسال فيهم على طبقه الاوزون. العباد مش مخاخهم طبق ماكله. سامحني يقول هذا ان طبقه الاوزون لها كثير من الاشعاعات على مستوى اوجيك. كيف هو كيف هذه باش تدق بالضحك. قال له طبقه الاوزون، قال له نعرفها، قال له كيف تعرفها، قال له كليتها في باله طبق ماكله. شوف الابداع نتاع الاخ انت في طبق الاوزون. سامبو وش رايك في طبقه الاوزون؟ والله هذه كيف ارفع يد وش يعني كذا؟ يعني كويس 100 100. كيف 100 100 طبقة الأوزون؟ يعني والله ما يحتاج. وش طبقة الأوزون 100 100 100؟ 100 100. انت عارف شو طبقة الأوزون؟ يعني مضبوطة. كيف مضبوطة يعني؟ يعني ما شاء الله عليهم والله. انت اكلتها يعني؟ اكلتها نعم. كيف طعمها طبقة الأوزون؟ طعمها والله رائع. مكون من ايش؟ مكونه يعني من زلطات، من أشياء واجدة، من أشياء كثيرة. سلطات. قالوا ليش متكونة؟ قالوا زلطات وأشياء كثيرة. أنا البارح تعشيت المريخ عمل لي الجاي. دوك سيب علينا من الموضوع هذا، نمشي للموضوع الآخر. يا فوزي ذي واحد حب يركب على البهيم وحب يوري اليوم مش شقنوس. حشيك من البهيم. يا أخي البهيم وحب يوري لي هو لا راه شقنوس. نشوفوا له هناك يطلع قال لهم شوفوا كيفاش أنا مانيش شقنوس ونجم نركب على بهيم عادي. حب يحط ساقو خويا هو تقول أحمد ساتور كان بحذانا ما أنت مش يطلع فيها. مسكين طاح مشى فيها قزاز. هذا هو اللي خلى من العمارة تبدل الغناية. ما عادش جاي تزعبن يا أخي حصل ولا جاي يتصعب تاخذ تكب 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 مسكين مشى فيها والبهيم ما تحركت له حتى شعرة كأنه فما حتى نعم ما هو نحل الحمات ما هو نحل الحمات مع عشرة وبليش ما عادش يقول حاشيكم على البهيم خاطره حيوان محترم معناتها فمش عليه حاشيه البهيم منا نحن خلفيته مريضة خلفيته مريضة. تفضل الفيديو ذي لخص حياة كل تونسي. هذا صدق يعاني منها ديما يحكي لي عليها كي يهز كرهبته للافاج يبدا خايف ليسوق له الكهرباء لهذيك العباد اللي في الافاج. صدق ذي باش يوريك شنيا كان باش يصير لو كان سرقوا لك الكهرباء اخويا. نشوفوهم لهنا سرقوا له الكهرباء قال له هيا جاونا بها مشوني برا نسرقوا الكهرباء نتعلموا نسوقوا بها جاونا فسفس خادم الكهرباء محرم وسطعوا في البطوم في الوقت. مش نورمال بالوقت صدعوا في البطوم. الفيديو الرابع والاخير يجينا من امريكا. فيه واحد حب يعاند صادق كيف العب البونيه. ما تقوليش الغوث عليك هذا مش غوث. حب يعاند صادق لكن نحصل له ملي بيكون في الحسبان يا صادق. نشوفوا الاخ لهنا قال لهم انا جاك امريكاني صادق حلباش مسخر مني وبدا يشرع لولا وبق جاب في الحديد. يا 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 المعنى الحقيقي اللي يده تدمرت. هذاك شو يصير فيك تحب تعاند صادق؟ راهو صادق ما يتعاندش، راهو صادق وحده خويا متاعنا ما يتعاندش. صادق اسطوره. صادق اسطوره والاسطوره لا تتكرر.